إنها الثامنة بتوقيت غرينتش، 11 بتوقيت الرياض. أنا صهيب شراير وهذه أخبار الساعة. الهواتف المحمولة خطر داهم بوتين في كييف ويداهمه في ماكييفكا. روسيا لم تتعلم الدرس. تحقيق لرويترز يكشف المزيد من التفاصيل حول خيوط روسيا الانقلابية في ألمانيا، شخصيات رئيسية بأسماء مستعارة. الجمهوريون يكتبون التاريخ لكن بالسلب، يفشلون في اختيار رئيس مجلس النواب 5 مرات والسادسة على الطريق. كاميرا العربية تتابع إضرابات بريطانيا في يومها الثاني من داخل إحدى محطات القطار، وسوناك يريد حوارا معقولا لإنهائها. أسعدتم أوقاتنا، أهلا بكم في أخبار الساعة. ضربة قوية تلك التي تلقتها روسيا في ماكييفكا اليوم، ارتفع عدد ضحايا الهجوم إلى 89. هذه هي الحصيلة الرسمية، وكل يوم تتكشف أسباب الهجوم والمزيد من تفاصيله. اليوم أكدت الدفاع الروسية أن الاستخدام المكثف من قبل العسكريين للهواتف المحمولة هو سبب الهجوم بعدما كشفت مواقعهم. حاليا تعمل لجنة للتحقيق في ملابسات حادث ماكييفكا، لكن من الواضح بالفعل أن السبب الرئيسي لما حدث هو الاستخدام المكثف من قبل أفراد الفوج للهواتف المحمولة، ما جعلهم في متناول أسلحة العدو، وسمح هذا للعدو بتحديد إحداثيات مواقع الأفراد العسكريين لشن ضربة صاروخية. يتم حاليا اتخاذ التدابير اللازمة لمنع وقوع حوادث مأساوية مماثلة في المستقبل. نتيجة للتحقيق سيتم تقديم المسؤولين المذنبين إلى العدالة. إن كان حادثا فرديا يمكن أن لا يكون أمرا جللا، لكن عندما يتكرر يصبح الوضع خطيرا. تقرير سابق لنيويورك تايمز نشر آلاف المكالمات التي أجريت في مارس الماضي بين الجنود الروس وعائلاتهم حينما حاولت موسكو دخول كييف، لكن كان هناك مستمع. إنه قوات إنفاذ القانون الأوكرانية التي كشفت مواقع الجنود للقوات. الرد الروسي على الحادثة متوقع في أي وقت، لكن الأهم هو حماية الجنود الروس. ومن أجل ذلك أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إدخال الفرقاطة الأدميرال غورشكوف المزودة بصواريخ تسيركون فرصة صوتية للخدمة العسكرية. أود أن أشكر أولاً وقبل كل شيء المختصين في مجمع الصناعات الدفاعية الذين ابتكروا وبدأوا الإنتاج الضخم لهذا السلاح الفريد. كما قلت بالفعل لا يوجد مثيل له في أي دولة في العالم. أنا متأكد من أن هذا السلاح القوي سيسمح لروسيا بحماية نفسها من التهديدات الخارجية المحتملة بشكل موثوق، وسيساعدنا في خدمة المصالح الوطنية لبلدنا. بينما تتواصل المعارك على الأراضي الأوكرانية، يجد الكريملين نفسه في مواجهة سهام انتقادات داخلية، فبوتين بات في مرمى الانتقادات كما تحدثنا بالأمس، وتحديدا بعد حادثة ماكييفكا الأخيرة. معهد دراسات الحرب تحدث عن محاولة رئيس الروسي فلاديمير بوتين استرضاء منتقديه بعدما باتت انتقاداتهم مصدر إزعاج حقيقي. الكريملين يستخدم عدة طرق لكسب ود هؤلاء المنتقدين، وهم على العموم مدونون يتوفرون على آلاف المتابعين، فالبعض منهم ما تمت دعوته إلى برامج تلفزيونية على أساس إشراكهم في النقاشات الدائرة حول الحرب. هذا فضلا عن تقديم عروض لإبرام صفقات مثل إنشاء برامج على مواقع التواصل، كما حدث مع مشرفين على قناة تليجرام رايبار التي كانت وجهت انتقادات للطريقة التي تدار بها الحرب. وكانت الانتقادات الداخلية قد ازدادت حدة على خلفية هجوم ماكييفكا الأخير الذي خلف عشرات القتلى في صفوف المجندين الروس. آخر المنتقدين المدون العسكري المعروف سيميون بيغوف، الذي انتقد الرواية الرسمية لوزارة الدفاع الروسية التي ألقت اللوم على الجنود.
نتابع من دونيتسك ومن كييف. من دونيتسك معنا موفد العربية رائد الأخبار، ومن كييف حذيفة عادل، مرحبا بكما. رائد، أبدأ معك، جديد التطورات الميدانية، وهل هناك أي إجراءات إضافية اتخذها الجيش الروسي خاصة فيما يتعلق بالتعليمات للجنود بعد ما تكشف من معلومات حول استهداف ماكييفكا؟ صهيب، من الواضح أن الأيام الأخيرة ارتفعت فيها وتيرة الأعمال العسكرية بالقصف المتبادل ما بين الطرفين الأوكراني والروسي، كما أننا نلاحظ هنا في دونيتسك أرتال عسكرية وتنقلات لها في محاور مختلفة، لا سيما بعد الضربة القوية الموجعة للجيش الروسي بعد قصف مركز تجنيد في مدينة ماكييفكا. بالفعل أعلنت الدفاع الروسية عن الأعداد، ثم أعلنت عن ارتفاع هذه الأعداد، ويرى بعض الخبراء والمحللون بأنه نوع من الشفافية إعلان الخسائر، فيما لا تعلن الأطراف الأخرى الأرقام والخسائر التي تعرضها روسيا بشكل يومي، حيث أن روسيا تقصف، مثلا اليوم قصفت مركز في مدينة دروجوفكا في مقاطعة دونيتسك، قالت بأنها قتلت أكثر من 200 جندي أوكراني، وكذلك من المرتزقة الأجانب كما وصفتهم، إضافة إلى تدمير صواريخ هايمرز ومنصات صواريخ تشيكية، أيضا كما أسلفت إدخال الفرقاطة التي تحمل صواريخ سيركون إلى المجال العسكري، كما أن حشد أمريكا للقوات على أطراف رومانيا. نحن نقترب من مواجهة كبيرة ووجيهة، ليست مواجهة ما بين أوكرانيا وروسيا، إنها مواجهة ما بين الغرب وروسيا. صحيح. نعود يعني تفضل. نعم، هذا ما تقوله صحيح رائد، يذهب مع التحليلات والمعطيات التي تؤكد أن روسيا تستعد لتعبئة جديدة لتغيير مسار هذه الحرب. سأعود إليك فيما يتعلق بنقطة أخرى، ولكن دعني أسأل كذلك حذيفة عن الاستعدادات الأوكرانية بعد هذه الضربة الموجعة التي وجهتها أوكرانيا للجيش الروسي في ماكييفكا. ما الذي قامت به أوكرانيا حتى الآن من استعدادات، وكيف تتحضر ربما للرد الروسي المنتظر؟ نعم، مساء الخير صهيب لك ولزميل رائد. في الحقيقة دعني أبدأ بهذا العاجل الآن، بحسب كريل تيموشينكا نائب رئيس ديوان الرئاسة الأوكراني، فإن هنالك قصف كبير الآن واسع النطاق على منطقة كراخوفكا في دونيتسك. هذا القصف بدأ قبل قليل، قبل دقائق فقط، وهو مستمر حتى الآن. أيضا أنتقل طبعا إلى حديث الرئيس فلاديمير زيلينسكي حول المحادثة الهاتفية التي جرت بينه وبين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والتي شكره فيها، وقال أن الرئيس الفرنسي وافق على نقل دبابات خفيفة إلى أوكرانيا، وأيضا ناقلات الجنود المدرعة، والجيش الأوكراني يعاني حقيقة من نقص في هذه المدرعات. هذا من جانب. طبعا إذا تحدثنا عن الاستعدادات من الجانب الأوكراني، فإن هنا طبعا الجيش الأوكراني الآن يتوقع هجوم عنيف من قبل الاتحاد الروسي، ولكن في ذات الوقت صهيب الاستخبارات العسكرية الأوكرانية تتحدث عن أمرين. أولا أن مخزون الصواريخ بالنسبة للاتحاد الروسي هو يقل بنسبة كبيرة، ولا يستطيع أن ينفذ ضربات واسعة النطاق التي كانت في بداية يعني منذ حوالي شهرين، ومنذ بداية الحرب وحتى قبل شهرين كانت يتم إطلاق 100 صاروخ دفعة واحدة، 120 صاروخ دفعة واحدة. الآن الاتحاد الروسي في هذا الوقت هو غير قادر إلا إذا أبرم صفقات جديدة أو انتظر حتى يكون هنالك مخزون جديد من الصواريخ. كذلك الطائرات المسيرة، آخر صفقة للاتحاد الروسي كما قال رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية كانت 250 طائرة مسيرة. نعم. هو استخدم نصف هذه الكمية حتى الآن، لذلك سوف يستخدم الآن دفعات صغيرة من 30 طائرة، سيكون الهجوم مقسما حتى يستطيع الحصول على صفقة جديدة أو على طائرات جديدة. أما الآن الوضع ومحاولة فرض السيطرة هي في منطقة دونيتسك، في منطقة سوليدار، وكذلك في منطقة باخموت وفي كراخوفكا، وفي هذه المنطقة. نعم. يحاول الجيش الروسي أن يحاول
يفرض سيطرته، وهذا ما سيحاول أن يقوم به بحسب الاستخبارات العسكرية في الأيام القليلة القادمة. نعم رائد، أعود إليك في عجالة. هذا القصف على كراخوفكا كما ذكرت أنه الاستهداف الجنود الروس هو وقع ليلة رأس السنة، ولكن الضغط يزيد على الروس مع تكشف المزيد من التفاصيل وارتفاع أعداد الضحايا من الجنود الروس. هل هذه فقط يعني بداية الرد الحقيقي ما يزال يتم التحضير له أم ماذا؟ كما أسلفت لك صهيب، هناك أرتال عسكرية نرى تحركاتها في المنطقة، كما أن زميلي حذيفة تحدث عن تقدم روسي في مناطق سيليدار وباخموت. منطقة سيليدار باتت قابت قوسين أو أدنى من أن تكون تحت سيطرة الجانب الروسي، كذلك باخموت هناك يعني نصف هلال أو تطويق من ثلاثة جوانب، لم يتبقى للجيش الأوكراني سوى الانسحاب من الناحية الغربية ربما أيام أو شهر لا نعلم، لكن محاور أخرى في جنوب دانيسك أيضا يتقدم فيها الجيش الروسي ويدفع القوات الأوكرانية، كما أن الآلة العسكرية الكبيرة تقصف باستمرار، ولن ننتظر الفكرة أن الجيش الروسي بدأ بالعملية منذ أربعة أيام منذ تلقى الضربة في ليلة رأس السنة، وكل يوم يقول عن أعداد كبيرة، يحدث عن أعداد بالمئات من خسائر الجيش الأوكراني. بالفعل العملية العسكرية الأكبر، المعركة الكبرى وأم المعارك كما وصفوها في دانيسك، باتت وشيكة. لكن أخيرا أضيف بأن المقارنة ما بين حجم القصف الأوكراني وحجم القصف الروسي يصل إلى 9-1 لصالح روسيا. شكرا جزيلا لكما رائد الأغبر من دونيتسك وحذيفة عادل من كييف. ومدينة باخموت التي تحدث عنها مراسلانا قبل قليل لا زالت عصية على الجيش الروسي، وهذا الاستعصاء جعل الانتقادات التي تحدثنا عنها تزيد للمسؤولين الروس الذين باتوا مطالبين بتوضيح الحقائق للمواطنين وللجنود. يفجيني بريغوزين رئيس مجموعة فاغنر الروسية خرج ليبرر للجنود أسباب الفشل حتى الآن في الاستيلاء على مدينة باخموت. مهمة قوات فاغنر ليست بالسهلة في باخموت في ظل التحصين الجيد للجيش الأوكراني، وهذا السبب الأول في وجهة نظر قائد فاغنر. السبب الثاني هو أن رجال فاغنر وحدهم يقاتلون في هذه الجبهة. بريغوزين أكد أن المهمة قد تستغرق بعض الوقت، وقال للجنود نصا تنظيف المنزل يحتاج أسابيع طويلة. اختراق الدفاع يعني اختراق دفاع منزل واحد، ثم عليك أن تكسر دفاع المنزل التالي، أليس كذلك؟ هو ليس مجرد خط دفاع واحد. كم عدد خطوط الدفاع الموجودة؟ إذا قلنا 500 فسيكون ذلك دقيقا، أليس كذلك؟ في خضم التجمعات التي تشهدها ألمانيا ضمن حملات احتجاجية لأفراد يطالبون بتغيير سياسة البلاد تجاه أوكرانيا، وبعد الإطاحة بالمؤامرة الانقلابية الشهر الماضي، توصل تحقيق لرويترز على أن شخصيات رئيسية في هذه الحملات لها صلات إما بالدولة الروسية أو بأقصى اليمين. لم تكن المؤامرة الانقلابية التي كشفت عنها ألمانيا حدثا عابرا، فلا تزال خيوطها تتكشف يوما بعد يوم. تحقيق لرويترز كشف عن علاقات تربط شخصية رئيسية تقود حركا في ألمانيا بالدولة الروسية أو بأقصى اليمين. التحقيقات أبرزت أن هذه الشخصيات تدفع بموقف مؤيد لموسكو داخل ألمانيا منذ بدء الحرب الدائرة في أوكرانيا. الأمر يتعلق بضابط سابق في سلاح الجو الروسي، وكان يطلق عليه في الأصل روستيسلاف سيليوك، وغير اسمه إلى ماكس لوند، استقر في ألمانيا قبل عقد من الزمن. والثاني يدعى أندري خاركوفسكي، ويتعهد بالولاء للسلافيين الشرقيين الذين يدعمون حملة موسكو العسكرية في أوكرانيا، في حين يتخذ آخرون بعض الأسماء المستعارة ولديهم علاقات غير معلنة مع روسيا والكيانات الروسية الخاضعة للعقوبة الدولية أو بمنظمة اليمين المتطرف. وينشر بعض النشطاء الموالين لروسيا رسائل الكريملين على الإنترنت للجمهور الناطق بالألمانية. تحليل رويترز وجد لقنوة تيليجرام باللغة الألمانية ما لا يقل عن 27 قناة تعيد باستمرار مشاركة الرسائل المؤيدة للكريملين إلى جمهور مشترك يبلغ نحو 1,500,000 شخص. بلال البجديني، العربية.
وصف المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس الاحتجاجات في إيران بالعفوية، واعتبر برايس في مؤتمر صحفي أن الاحتجاجات الشعبية الإيرانية تجاوزت حدود القومية والجغرافيا ولا تقودها إرادات محددة، لذلك استمرت بخلاف الاحتجاجات السابقة وفق قوله. برايس أوضح لموقع إيران انترناشونال أن تركيز واشنطن لم يعد على إحياء الاتفاق النووي خاصة منذ شهر سبتمبر. هذا وانتقد المبعوث الأمريكي الخاص بإيران روبرت مالي قمع السلطات للمحتجين الشباب، وقال في تغريدة له إنه يتعين على القيادة الإيرانية الاستماع للشباب بدلا من قتلهم. وأشار مالي إلى أن الشباب الإيراني يواجه عقوبة الإعدام بعد محاكمات سورية. أظهرت صور متداولة ليس معلوما وقت تصويرها انتشارا كثيفا لقوات الأمن الإيرانية والحرس الثوري في شوارع مدينة سميرم في أصفهان في محاولة لمنع خروج أي تظاهرة ضد النظام. فيما يبدو أنها محاولة لتهدئة الاحتجاجات، أكد المرشد الإيراني علي خامنئي أهمية مشاركة النساء في عملية صنع القرار في البلاد، مؤكدا أنه يجب إيجاد طريقة لتطبيق تلك المشاركة. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إرنا عن خامنئي قوله إن توظيف نساء إيران الذين أو اللواتي وصفهن بالحكيمات والخبيرات في مختلف مستويات صنع القرار في البلاد موضوع يحظى بالأهمية، وعلى القادة في إيران تحقيق ذلك. بعد قليل في أخبار الساعة نتابع من مصر. الجنيه المصري في أدنى مستوياته أمام الدولار، وشهادات ادخارية بعائد 25% للسيطرة على الوضع. مرحبا بكم من جديد. الكونغرس الأمريكي بدون رئيس لمجلس النواب بعد، وذلك بعدما فشل 5 مرات في التصويت. المشهد لم يحدث منذ قرن من الزمن. جولات التصويت الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة والخامسة لم تسفر عن فوز المرشح الجمهوري كيفن ماكارثي بالأغلبية، والسبب معارضة أقلية داخل حزبه. والجلسة السادسة تجري الآن في هذه الأثناء. نتابع لقطات مباشرة إذن الآن من مجلس النواب الأمريكي، إذن الذي يحاول التصويت لاختيار رئيس لمجلس النواب، طبعا بزعامة جمهورية لأن الجمهوريين حصلوا على الأغلبية في انتخابات التجديد النصفي السابقة التي جرت في شهر نوفمبر الماضي. قبل ذلك كان الديمقراطيون هم في الأغلبية في مجلس النواب، وبالتالي الرئيسة كانت منهم وهي نانسي بيلوسي، والتي عرفت بعدائها الشديد لدونالد ترامب. وعدم وجود رئيس لمجلس النواب من شأنه أن يؤثر بشكل واضح على عمل المجلس، فبدون وجود رئيس لا يتم تمرير القواعد الجديدة لمجلس النواب. وفي حال عدم تمرير هذه القواعد قبل 13 يناير الجاري، فإن اللجان لن تعمل بشكل كامل للتعديل والموافقة على مشاريع القوانين. أما بالنسبة للجان التي لم يعرف رؤساؤها، فسيترأسها مؤقتا أكبر نائب جمهوري باللجنة. عادة ما يكون انتخاب رئيس مجلس النواب إجراء شكليا، حيث لم يفشل أي رئيس في الفوز في التصويت الأول منذ عام 1923، أي 100 عام بالضبط يعني. وتعد هذه المرة الأولى التي لا يتم فيها التصويت إذن على رئيس مجلس النواب من التصويت الأول، وذلك كما ذكرنا منذ العام 1923. فما الذي حدث حينها؟ نتابع.
في الأثناء انتقد النائب الجمهوري دان كرينشاو بشدة كل النواب الجمهوريين الذين لم يصوتوا على مكارثي لترأس مجلس النواب، معتبرا أنهم جمهوريون بالاسم فقط. He's going to get there. We will not vote for anyone else but McCarthy. These people think they're stubborn. We're more stubborn. Because we're standing for principle. They're standing for personal notoriety. We are standing for principle. We will go longer. Kevin McCarthy will become speaker. So the real question is, what's the consequences for those no-names? You know, they are enemies now. They have made it clear that they prefer a Democrat agenda than a Republican one. They are the true definition of rhinos if they go through with this. نتابع مع مراسلنا من واشنطن بيير غانم. بيير، أهلا بك معنا. ما جوهر الخلاف بين الجمهوريين ولماذا يعترضون على مكارثي حتى وصل الفشل في التصويت للمرة الخامسة والجلسة السادسة تجري الآن؟ لو أخذنا الأمور على ما تظهر عليه لبدأ واضحا أن هناك 20 شخصا من الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي يعتبرون أن الحزب بشكل عام ومكارثي بشكل خاص لا يسيرون في سياسة ترضي ناخبيهم، وهم يعتبرون أن هؤلاء الناخبين في دوائرهم يريدون منهم أن تكون هناك ميزانية أقل، أن يكون هناك أصول مختلفة لإدارة الجلسات، وأن يكون توجه الحزب الجمهوري مختلف تماما ويكون أقرب إلى هذه المجموعة المعروفة بمجموعة الحرية. البعض يعتبرون كما ذكر أحد أعضاء مجلس النواب قبل قليل أن المسألة هي مسألة شخصية، آخرون يعتبرون أن هذا المعسكر هو معسكر ترامب، ولكن من الواضح أن هذه المجموعة هي مجموعة عقائدية تريد أن ترضي ناخبيها وليس قيادة الحزب. نعم بيير، أرجو أن تبقى معي، سنتابع ما ذكره ترامب الذي حاول التأثير على الجمهوريين. قبل ذلك إذن مشاهدينا، الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب دعا الجمهوريين إلى دعم ترشيح كيفن مكارثي لمنصب رئيس مجلس النواب الأمريكي. ترامب خاطب الجمهوريين على تروث سوشيال: لا تحول نصرا عظيما إلى هزيمة عملاقة ومحرجة. ومن جهته قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن إخفاق الجمهوريين في انتخاب الرئيس لمجلس النواب يعكس صورة سلبية عن البلاد. وأعرب بايدن في تصريحات صحفية عن أمله في أن يتمكن الجمهوريون من الاتفاق واختيار رئيس للمجلس. بيير، لماذا لم يفلح ترامب في التأثير على هذه الأقلية الجمهورية التي تعارض انتخاب مكارثي رئيسا لمجلس النواب؟ يجب أن نقول أن هذه المجموعة هي مجموعة عقائدية، وهي بدون شك تبدي تأييدا للرئيس السابق دونالد ترامب، ولكن عقائديا هي ليست ملتزمة بدونالد ترامب، تعتبر أنها ملتزمة بأفكارها وملتزمة أيضا بالناخبين الذين أرسلوا هؤلاء الأشخاص إلى مجلس النواب الأمريكي ليرضوا هؤلاء الناخبين ومطالب هؤلاء الناخبين. لذلك نستطيع القول أن دونالد ترامب فشل في زحزحة هذه المجموعة عن موقفها أقله حتى الآن. نعم، فقط أنا أستمع إليك بيير وأبقي عيني كذلك على ما يدور في جلسة مجلس النواب. هناك تصفيق الآن، لا نعلم إذا كان هناك، يعني هو مجرد تصفيق على إحدى الكلمات أم هناك أي مؤشر إيجابي. للتذكير مشاهدينا أن هذه هي الجلسة السادسة في المحاولة السادسة إذن لانتخاب رئيس لمجلس النواب الأمريكي بعدما فشل المجلس في التصويت بالأغلبية لصالح كيفن مكارثي. يبدو أن الكلمات تتوالى إذن. طيب بيير، دعني أسألك كذلك عن إجرائيا الآن. نحن أمام يعني حدث لم يحدث منذ 100 عام في الكونغرس في مجلس النواب، الفشل في التصويت لصالح رئيس المجلس من الجلسة الأولى. الوضع إذا استمر على ما هو عليه ماذا سيحدث؟ ليس هناك مجلس نواب يعمل، وبالتالي ليست هناك قوانين، ليست هناك لجان، وليس هناك عمل في مجلس النواب الأمريكي. الكونغرس بالتالي هو كونغرس معطل، لأن أي قرار يصدر عن مجلس الشيوخ يجب أن يذهب أيضا إلى مجلس النواب الأمريكي. عمليا العملية الدستورية معطلة إلى أن يكون هناك رئيس لمجلس النواب، ولو أخذ الأمر أسابيع أو أشهر.
كيان غانم شكرا جزيلا لك. وعلى العموم جلسة التصويت السادسة مستمرة في هذه اللحظات، سنوافيكم بأي تطور يرشح عنها. من أمريكا نذهب إلى بريطانيا، يستمر قطاع النقل البريطاني في إضرابه لليوم الثاني على التوالي تنديدا بتردي الأجور وغلاء المعيشة، ويتوقع أن تتسبب الإضرابات وهي الأكبر منذ 3 عقود في إضرابات كبرى أو اضطرابات كبرى لحركة القطارات بعدما أحدثت اضطرابات في الحركة خلال فترة الأعياد. وكان الأمين العام لاتحاد النقابات العمالية بول نواك دعا رئيس الوزراء البريطاني إلى الجلوس مع النقابات من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي حول مطالبهم، معتبرا أنه من حق العاملين في الخطوط الأمامية أخذ مخاوفهم من الأوضاع المعيشية في عين الاعتبار. ومن جهته قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إن حكومته ستكشف عن تفاصيل النهج الذي ستتبعه مع النقابات العمالية خلال اليومين المقبلين، داعيا النقابات إلى التحلي بالعقلانية في إضراباتها. وأكد سوناك أنه مستعد للحوار مع النقابات، لكنه حذر في الوقت نفسه من أن طلبات النقابات لا يمكن تحمل تكاليفها. عروب عبد الحق. دعوا لندن تعود إلى العمل، هكذا كانت دعوات الألاف من اللندنيين في ثاني يوم من إضرابات بقيت النقابات تحذر منها طوال الشهر الماضي. لكن مع إصرار الحكومة البريطانية على التمسك بموقفها الرافض لطلبات عمال النقابات، يبدو أن لا أمل يلوح في الأفق لإنهاء الأزمة التي تتسع رقعة إضراباتها. محطة ووترلو واحدة من أكثر محطات لندن ازدحاماً بالمسافرين، لكن مع إضراب أكثر من 40,000 عامل في قطاع السكك الحديدية تبدو هذه المحطة على غير عادتها هادئة نسبياً بعد إلغاء العديد من الرحلات بسبب الإضراب. ريشي سوناك وفي خطابه الأول هذا العام دعا النقابات إلى التحلي بالعقلانية، مشيراً إلى أن الإضرابات رغم احترامه لأهدافها إلا أنها أصبحت تعرقل حياة الناس. ورغم تعهد سوناك بالعمل على خفض التضخم وتعزيز نمو الاقتصاد وفتح حوار مع النقابات، إلا أن تعهداته الاقتصادية لم تكشف عن خطة واضحة لكيفية تحسين أجور العمال. يجب أن تستند هذه المحادثات إلى ما هو في متناول اليد. أعتقد أن الزيادة بنسبة 19% لا يمكن تحملها. وتشير استطلاعات للرأي إلى تراجع دعم إضرابات السكك الحديدية إلى أقل من النصف، بينما لا يزال نحو 66% من الناس تتفهم أسباب إضرابات في قطاعات أخرى مثل الممرضين وموظفي الإسعاف. بالطبع الإضرابات تخريبية أكثر من كونها مفيدة، ولا بد من التعامل معها بعقلانية. نحن بحاجة للمال والكل بحاجة للمال. الإضرابات باتت كابوسا، إنه كابوس بالتأكيد، وأصبح يؤثر على الجميع الآن. دخل البريطانيون العام الجديد بكل زخم، لكنهم لم يجدوا لندن مستعدة لهم. إضرابات قطاع السكك الحديدية هي البداية لسلسلة من الإضرابات التي تهدد بها النقابات. ومع وعود غير واضحة من الحكومة في تحقيق مطالب العمال، يبدو أن بريطانيا مقبلة على فترة صعبة من غير الواضح خطورة تبعاتها على البلاد. من لندن عروب عبد الحق، العربية. نذهب الآن إلى مصر، حيث سجل سعر صرف الجنيه المصري تراجعا قويا جديدا أمام الدولار، حيث قيمت البنوك الدولار الواحد عند 26 جنيها و45 قرشا. يأتي هذا التراجع نزولا من مستوى 24.70 جنيه للدولار في تعاملات أمس، وتعد هذه أكبر خسارة يومية للجنيه المصري منذ أن سمح البنك المركزي بانخفاضه بنسبة 14.5% في 27 أكتوبر تشرين الأول الماضي. وجاء الهبوط بعد قرار بنك مصر والبنك الأهلي المصري صباح اليوم طرح شهادات لمدة عام بالعملة المحلية بفائدة تصل إلى 25%. البنك الأهلي وبنك مصر وهما مصرفان مملوكان للدولة تحركا لإصدار شهادات استثمار مدتها سنة بفائدة 25%. الهدف هو إغراء حائز الدولار بتحويل ما لديه للجنيه للاستفادة من هذا العائد، فهل سيقبل البعض عليها؟ توفير الدولار له أفيد من أن يحوله للشهادات. من الأفضل اللي معاه دولار يبدله ويجيب شهادات من اللي هي الجديدة دي، العائد بتاعها عالي
لأن الدولار أكيد أسعاره هتبقى متوازنة في السوق في المرحلة المقبلة بعد إصدار هذه الشهادات. أسعار الصرف في البنوك المصرية بدأت تتحرك رسمياً بعد هذا القرار، فيما وصفه البعض بأنه بداية التعويم الثالث لهذا العام، ووصفه آخرون أنه دليل على مرونة سعر الصرف في التماهي مع العرض والطلب. هذا التراجع في قيمة الجنيه أمام الدولار دعا البعض للتشكيك في مدى إقبال المصريين على هذه الودائع. تحرك أسعار الصرف أو انخفاض الجنيه كان بقيمة أكبر بكتير من الشهادات اللي طرحت، يعني احنا اعلى شهاده تقريبا طرحت كانت 18%. ما زال هو الاتجاه للشهادات هو برضو ما قدرش ان هو يحافظ على ثروته او الممتلكات بتاعته مقاومه بالدولار. رفع الفائدة على الودائع بهذا الشكل من شأنه أن يجذب المصريين للتخلي عن الدولار مقابل عائد مادي مجزي، ولكن في نفس الوقت هذه الفائدة المرتفعة تقول الكثير عن الغلاء المتوقع في قادم الأيام. تباينت توقعات الشارع حول معدلات التضخم في الفترة القادمة. لا، السلع أصلا مرتفعة أسعارها، مش مستنيها ده شهادات دي تعمل تضخم. المصريين هيحطوا مبالغ كبيرة جدا في البنوك، فالنقد اللي معاهم في إيديهم هيقل، فأعتقد دي هتكنترول شوية في أسعار السلع. الحكومة المصرية كانت قد أجلت تحريك أسعار المحروقات والكهرباء كنوع من التخفيف على المواطنين، وبالتالي فهناك ترقب للاجتماع القادم للجنة المسؤولة عن تحديد سعر الوقود، لأن هذا أيضا يشكل عاملا هاما في تحديد تكلفة السلع ومن ثم في تحديد أسعارها. تامر نصرت، العربية، القاهرة. بعد قليل في أخبار الساعة. الصحة العالمية تشكك بأرقام الصين حول انتشار كورونا، وألمانيا تدعو لأخذ زيادة الإصابات على محمل الجد. مرحبا بكم من جديد. بالعودة إلى الحرب الأوكرانية الروسية، كريتيان سيش كتيبة تابعة لكييف: الهدف الواحد لكل الجنسيات، هدف واحد هو إذن لكل الجنسيات المختلفة. نتابع. Totalmente diferente a la guerra interna que tenemos en Colombia, pues nada comparado, porque aquí hay mucha artillería, mucho nos dan con misiles, con racimo, y pues es totalmente diferente. Y pues ahí le estamos dando, pues tratando de sobrevivir y tratando de sacar a... إلى الصين هذه المرة، التي تواصل إبهارها العسكري وتسير نحو إطلاق التجارب الأولى لحاملة طائراتها الجديدة سفينة فوجيان. التجارب ستكون الأولى من نوعها لحاملة الطائرات الأكثر تطوراً في تاريخ البحرية الصينية، والتي تعد أيضاً أكبر سفينة بحرية صنعتها الصين على الإطلاق. ويراهن الجيش الصيني بشكل كبير على حاملة الطائرات فوجيان لتعزيز أسطوله البحري، ويأتي إطلاق هذه التجارب استكمالاً للخطة التي أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينغ في الذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني، والتي تقوم على تحديث المعدات العسكرية. وستكون هذه الخطوات الأولى في سلسلة من التجارب تستمر حوالي 18 شهرا، على أن يتم تشغيل حاملة الطائرات الجديدة بحلول أكتوبر 2024.
وإلى شأن صيني آخر، مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم أكد أن إحصائيات الصين حول إصابات ووفيات كورونا لا تعكس حقيقة انتشار المرض في أراضيها. مستمرون بسؤال الصين عن بيانات أكثر وبشكل سريع وموثوق حول أعداد الإصابات والوفيات. منظمة الصحة تشعر بالقلق إزاء المخاطر على حياة الناس في الصين، ونؤكد على أهمية التطعيم وأخذ جرعات إضافية لتعزيز الحماية، وهذا مهم بشكل كبير خاصة لكبار السن ومن يعاني من حالات طبية معقدة الذين هم أكثر عرضة للإصابة والعواقب الكبيرة. أما الاتحاد الأوروبي فقد أكد أنه تم الاتفاق على تقديم القادمين من الصين لنتيجة اختبار سلبية لكورونا، وفرنسا من الدول الأوروبية المؤيدة لهذا القرار. إن عودة الوباء إلى الصين يشكل مصدر قلق مشروع لأوروبا. لا توجد دولة تريد أن ترى تفشي المرض على أراضيها، ليس بعد كل الجهود والتضحيات التي بذلت على مدى السنوات الثلاث الماضية. اعتباراً من 5 يناير سيكون تقديم اختبار كوفيد السلبي قبل 48 ساعة إلزامياً لجميع المسافرين القادمين من الصين. هذا إجراء منطقي لحماية المواطنين. أما ألمانيا التي عارضت القرارات الأوروبية، فشددت وزيرة خارجيتها أنالينا بيربوك على ضرورة التنسيق المشترك مع منظمة الصحة العالمية بشأن مواجهة أوروبا لموجة كورونا القادمة من الصين. لدينا وجهة نظر مشتركة مع أوروبا بشأن كورونا في الصين. هدفنا إيجاد حل مشترك، ويجب أن نتعامل مع هذه الموجة القادمة من الصين بجدية بالغة. ولا نتحدث عن تعاون أوروبي فقط، بل التعاون مع منظمة الصحة العالمية أيضاً من أجل الشفافية الكاملة حول الوضع في الصين. الرئيس الأمريكي جو بايدن أعرب عن قلقه أيضاً من تعامل الصين مع انتشار كورونا، أما بكين صاحبة الشأن فقد أكدت أن الحكومة والشعب سيحققان نصراً نهائياً على كورونا، حسبما نقلت صحيفة الشعب اليومية الناطقة باسم الحزب الشيوعي الصيني. وانتقدت الصين القرارات التي اتخذتها بعض الدول التي اشترطت على الوافدين من بكين تقديم نتائج سلبية لفحص كوفيد. المدير العام للاتحاد الدولي الجوي كان في صف الصين، حيث انتقد وضع قيود على سفر الصينيين، وقال إن هذه التدابير أثبتت عدم فاعليتها سابقا. الشوارع الخالية، المكاتب الهجينة، المطارات المقيدة، سيناريوهات تعيد إلى الأذهان ذكريات لم يتجاوزها كثيرون حتى الآن، والعالم لن يتحمل مثيلاتها مرة أخرى حسب خبراء. تدابير لا يريد الكثير من الناس التفكير بها، ولكن الإجراءات التي فرضتها بعض دول العالم على القادمين من الصين أخيراً أعادتها إلى الواجهة. الصين بدورها هددت بتدابير مضادة. مستعدون للتواصل مع العالم للتغلب على جائحة كورونا، لكننا نعتقد أن قيود الدخول التي فرضتها بعض الدول على الصين تفتقر إلى الأساس العلمي. هذا الإنذار من الصين دعا المدير العام للاتحاد الدولي للنقل إلى التعليق، حيث وصف هذه الإجراءات بالمخيبة للآمال. البيت الأبيض يرى بدوره أن هذه الإجراءات مجرد احتياطات لحماية المواطنين، وهي مبنية على قواعد الصحة العامة واتخذت بعد استشارات مع خبراء من عدة دول، إجراءات اختبرها العالم لثلاث سنوات مضت، بيد أن الأنظمة الصحية والاقتصادية تعلمت من هذه التجارب وأصبحت أكثر خبرة في التعامل مع هذه الأنواع من الأزمات وفق ما يرى خبراء الصحة والاقتصاد، وتتحدث عنه الدراسات التي أجريت بعد أن ضربت الجائحة أنظمة واقتصادات الدول في مقتل. نحن نتابع من باريس، حيث بات الغناء في محطات المترو وشبكاتها في باريس مجالاً منظماً يخضع لقواعد تؤطره ويجذب عشرات المغنين الهواة الراغبين في إبراز موهبتهم. ومنذ العام 97 بدأت هيئة المواصلات المدنية في باريس بمنح الرخص للراغبين في الغناء في مختلف فضاءات المترو، وذلك بعد خضوعهم لتجارب في الأداء.
نهاية أخبار الساعة، تذكير بأبرز العناوين. الهواتف المحمولة خطر داهم بوتين في كييف ويداهمه في ماكييفكا. روسيا لم تتعلم الدرس. تحقيق لرويترز يكشف المزيد من التفاصيل حول خيوط روسيا الانقلابية في ألمانيا، شخصيات رئيسية بأسماء مستعارة. الجمهوريون يكتبون التاريخ لكن بالسلب، يفشلون في اختيار رئيس مجلس النواب 5 مرات. الكاميرا العربية تتابع إضرابات بريطانيا في يومها الثاني من داخل إحدى محطات القطارات، وسوناك يريد حوارا معقولا لإنهائها. شكرا لكم على كرم المشاهدة، إلى اللقاء.